اش غادي نقول لك؟ الملف ديال حفصه بوطاهر خدا واحد الابعاد اللي حنا كنعتبروها ابعاد مسيئه، مسيئه للضحيه كضحيه، ومسيئه لسمعه القضاء، ومسيئه لسمعه هذا البلد. الملف ما فيهش غير حفصه بوطاهر، الملف فيه تسريب معلومات لجهات اجنبيه وتلقي اموال من جهات معاديه لهذا الوطن، فيه تخابر مع الاجنبي، فيه امور اللي هي في حقيقه مسيئه للسمعه. اللي تيقول لك مناضل، فين هو هذا النضال؟ واش كنتي كتناضل كتاخذ اموال بالاورو والدولار باش تسرب معلومات كونتر الدوله ديالك؟ هذا نضال، هذا اكيد كيبين على انه المستوى الاخلاقي ناقص، وبالتالي الاغتصاب او هتك عرض انثى بالعنف ماشي شي حاجه اللي غتكون غريبه على السلوك ديال الانسان اللي هو احنا كنقولوا كنموت على ولادنا ولا على بلادنا. الانسان اللي ما تيموتش على ولادو وعلى بلادو ما فيهش النفس. دونك اعتديتي على واحد الانسانه اللي هي صحفيه اللي هي زميله في مكان العمل، وهذا تسبب لها في الاذى وتسبب لها في اضرار جسيمه وخطيره جدا. اليوم الملف معروض على القضاء، غنحترموا هذا القضاء الا بغينا هذه البلاد تزيد لقدام، ولا غادي نبقاو كنقلبوا على شكون يدخل في هذه البلاد؟ كان احنا شعب قاصر، كان هذه الدوله دوله قاصره تحتاج الى الحمايه من الطرف الاجنبي. واش احنا ما قادرينش نتحدوا ونحبوا بلادنا جميع ونغيروا بلادنا كيف ما تمنينا كيف ما بغينا؟ اولا غادي نبقاو نقولوا تقرير من هنا وتقرير من هناك معلومات مغلوطه، لانهم اليوم كياخروا المحاكمه وفي الاخر يقول لك المحاكمه طالت، وكان هناك خرق شروط وضمات المحاكمه العادله. وقعنا هذا الشيء في ملف ديال 24 الوقت يتسربوا معلومات خاطئه لواحد الفريق امامي، تيقولوا بان مده الاعتقال الاحتياطي او الحراسه النظريه ان صح التعبير هي 24 ساعه، والحال ان القانون واضح فيه 48 ساعه. واش كتكذبوا على القانون؟ كتكذبوا على المعطيات؟ كتكذبوا مع من انتم؟ انا كنوجه الكلام للناس اللي هما كيتسببوا اليوم باضرار الموكله ديالي، مع من انتم؟ مع من تشتغلون؟ الا كانت عندكم غير على هذه البلاد، هذه بنت البلاد، هذه صحفيه، هذه عندها وضع اعتباري كما قلت لكم، هذه عندها واحد المكانه الاجتماعيه، ما غاديش تفرط فيها باش تصفي حساب مع واحد يشكل صفر على الشمال. فينا هو، فينا هو النضال؟ فينا هو الى انا اللي شفت في الملف كاينش نضال، كاين خدمه ديال التبركيك توكور، كاين تجسس، كاين تسريب معلومات. بغيتي اخاي تبدل بلادك، نضل من داخل بلادك، هادشي اللي كنعرفو. وملي كنلجؤوا للاليات الامميه كنلجؤوا لها وفق الاليات والشروط الواضحه اللي منصوص عليها في الاتفاقيات، عهدين دوليين المتعلق بالحقوق المدنيه والسياسيه، والعهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، وباقي الاتفاقيات الدوليه اللي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريده الرسميه، وفيها اليات ديال التشكي، وكاين الاليات الامميه التعاقديه والغير تعاقديه. هذه حنا ما عندنا عليها حتى شي مشكل لان المغرب انخرط فيها، ولكن غير ذلك كل ما هو غير واضح المعالم، كل ما هو تقرير صحفي وفي الحق ديالو، تحقيق صحفي وفي الحقيقه ديالو ليس الا مجرد اعطاء معلومات بمقابل مادي، هذا ماشي نضال، هذا سميتو العمل ديال شنو نقول لك، تجسس، هذا سميتو التجسس، هذا سميتو خدمه اجندات اجنبيه معاديه للمغرب من اجل القضاء على مشروعنا التنموي والحداثي والديمقراطي اللي كنامنوا به جميع، واللي واقيلا اليوم عندنا الحق كامل ننتقدوه. حنا ما كنقولوش كنعيشوا في شي مدينه فاضله او في شي عالم مثالي، حنا بطبيعه الحال بحالنا بحال جميع الشعوب، حنا كنبحثوا على التطور وعلى التقدم، ولا اصلاح ما يمكن اصلاحه، والنضال من داخل هذه المنظومه، وبالتالي اي حاجه خارج هذه المسائل هذه كنعتبرها انا ما كتعنيناش. الحاله الصحيه جد متدهوره، الا شفتوا قبل قليل حنا ما قديناش ما بغيناش زعما تعطي شي تصريح وهي في واحد وضعيه صحيه. الطبيب تاكد وكيشدد على ان وضعيتها الصحيه لا تسمح بمجابهة هذا الملف، لأنه كي عنده واحد الحصص واحد البروتوكول خصو يكملو باش يهيئها، وأنه أي حاجة دارتها ما تديرش لها واحد لامباكت على صحتها، لأن صحتها ضعفت بزاف، وراك شتي شحال ولات كتوزن. إلا شفتو غير من الفيديوهات اللي قبل ودابا كيبان لكم الحالة الصحية ديالها، ذاك الحالة النفسية ولات كتأثر ليها على الجسد ديالها، واليوم هي نحيفة الجسد، راه ولات كتشبه الهيكل العظمي. واش بغينا تتموت عاد نقولوا راه كانت عندنا ضحية بنت من بنات هذه البلاد وما عطيناهاش حقها؟ you